ومن وجهة نظري فتمغارت هي رواية شفهية من وحي الخيال، فأنا شخصيا تفحصت المكان جيدا ودرست معالم جبال بويبلان وأسقطت الرواية على الواقع، فلم أجد أي تطابق من حيث الشكل والواقعية، وتبين لي أن الرواية استخدمت كغيرها من الروايات الشفهية من أجل استخلاص العبر والتأكيد على أن أجواء بويبلان الشتوية وخاصة أجواء شهري فبراير ومارس الأشد بردا خلال العام فلا ولن يستهان بعواصفهما، ومن تجرأ على الاستهتار بهما من الرعاة والرحل فسوف يندم على كل ما أقدم عليه، كما حدث في ثلاث مرطوس بسفوح بويبلان حيث راح قطيع من الغنم إبان عاصفة ثلجية في أواخر السبعينيات وبقيت تسمى بالذات مرطوس والتي تعني وادي الجثث. وفي منطقة توغي وبالقرب من إيشنتشومت حيث قتلت العاصفة ثلاث نساء في الخمسينيات من القرن الماضي، وآخر ضحايا العاصف حميد بعلي، ومن منا لا يعرف القصة المأساوية لهذا الراعي المثابر رحمة الله عليهم جميعا. لنترك هذه الوقائع المؤلمة جانبا ولنعد لدراسة أبعاد رواية تمغارت، وأكد أن لرواية تمغارت أبعاد اجتماعية كتقوية أواصر الأخوة واللمة الأسرية من خلال الاستماع للجدة، وهي تسرد هذه الحكاية التي تتلقفها الأذنين بكل تمعن والاستمتاع بها والتلذذ بصيغة سردها التي تكتسي طابع التعجب والاستفهام وثارة الاستغراب. وما أحلى سرديات حين تستند على ركبتي الجدة وتنظر إلى تجاعيد وجهها التي يتخيل إليك منها وكأنها تمغارت بأم عينها. الآن وهو شعير ثم تقشيره وتقليته بمعية تصنين، وتزنين هي حبوب تيدا الحرة، وهذه الحكايات كانت لها نكهة خاصة في زمن غابت فيه وسائل التواصل والمواصلات، فتطول الليالي ولا تقصر إلا بمثل هذه الروايات الشفهية التي تكسبك نوعا من الحنين تجاه الجدة والأم، والتي تدفعك غريزيا إلى حمايتهما وكل أفراد العائلة من كل الكوارث والأخطار، اعتقادا منك بأن لا تقع فيما وقعت فيه العجوز تمغارت، وتشفق من جهة أخرى على الجد الذي صدق تمغارت والتي أعدت له حيلة من أدهى الحيل. وفي الأخير فحكاية تمغارت لها بعد تاريخي يجسد كل ما يتعلق بالتراث الشفهي اللامد للورين الأصيل، والحفاظ عليه بمثابة الحفاظ على تاريخ الأجداد الحافل بالإنجازات والذي لا ينتهي بالتقادم. من إلقاء عبد الرحيم قبيبة.